بروميير بروغرام اللي هو اللغات، الهدف ديالو هو تلقين اللغات الاساسيه او اللغات المهمه بزاف بالنسبه للشباب اللي كيقلبوا على العمل، بالنسبه للشباب اللي بغاو يطوروا القدرات اللغويه ديالهم، دوك نقراو العربيه الفرنسيه الشينويه الكوريه الالمانيه الاسبانيه بالنسبه للناس اللي كيسون انتريسي. عندنا البرنامج منكم اللي دابا كندورو على 8 ديال المقاطعات ديال مدينه سلا باش نمشيو عند الشباب ديال كل مقاطعه ونلهموهم على انهم مصطفى اوشن مديره منصه شباب سيدي عبد الله بمدينه سلا. بادر سلا او منصة شباب سيدي عبد الله هي واحد المبادرة قوية كتنبثق من واحد الشراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا والمركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية، اللي الهدف ديالو هو التطوير وتنمية قدرات الشباب والمقاولين وخلق مشاريع مديرة للدخل وكتخلق واحد الأثر اجتماعي واقتصادي بالمدينة. حنا اليوم في الإكسبو داي اللي هو واحد المعرض فني تشكيلي كيحتفل ب الفنانين السلاويين والعمل ديالهم، وغتكون هي فرصة كذلك باش يتعرفوا على برامج المنصة وكذلك اللوحات الفنية ديال الشباب ديالنا. حنا اليوم كان بعد واحد المدة طويلة ديال التوقف كنديروا هذا البرنامج هذا ولا هذا المعرض في إطار بيان سور الاحترام ديال قواعد السلامة الصحية. عدنان العديوي رئيس المركز المغربي للابداع والمقاوله الاجتماعيه. حنا اليوم في يوم افتتاح منصه شباب بادر سيدي عبد الله اللي هي منصه ومشروع ابداعي من طرف مبادره وطنيه البشريه وعماله سلا. هدف هذا المشروع اننا ندعموا الشباب حامي المشاريع والمبدع باش يخلق مشاريع وبرامج كيحلوا اشكاليات عندهم علاقه بالمنطقه ديالهم، وفي نفس الوقت في هذا الافتتاح كندعموا المبدعين والفنانين التشكيليين والفنانين التشكيليين للمنطقه، كيفاش يمكن الفن والثقافه تكون واحد جزء من الحل باش يمكننا نحفزوا من الشباب ونخلقوا منهم جيل طموح ومتبرج. سميتي زينب نعو، فنانه تشكيليه. الهوايه ديالي الرسم، كنبغي الرسم من وانا صغيره. بديت وانا طفله كان كيثيرني الطبيعه، الالوان الصاخبه، ورق الاشجار. انتقلت من الرسم على الورق والصباغ المائيه بالالوان الخشبيه والفحم الى الطابلوهات بشكل نوعا ما احترافي. عجبتني التجربه، انا ماشي فنانه محترفه لكن هاويه، لان الفن شغف ديالي من انا وانا صغيره. حاليا انا يا فرحانه كنتواجد في هذه البادره اللي قدمتها لنا منصه الشباب بادر، وكنتمنى انه يكون معارض اخرى و اللي نقدروا نشاركوا فيها ونزيدوا اكثر القدام.